سباق الغزل، حكاية من التراث اليوناني القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية نائية في اليونان، عاشت فتاة تدعى ألاجنا، وكانت تجيد الغزل. اكتسب القماش الذي تقوم ألاجنا بغزله شهرة كبيرة، وبدأ الناس يأتون إليها من كل صوب لشرائه. عفواً، هل تريدني أن أصنع لك شيئاً؟ لا لا لا، لا أريد القماش، أريدك أنت. نعم أنت؟ ماذا تعني بأنت؟ لا شيء لا شيء، معذرة. أوه أنت يا بيريوس. خذي، أهذا ما تريدين؟ أوه لم تنسه يا عزيزي. نعم أريد غزل قماش برسم الزهرة الجميلة هذه. من أجل زفافنا ها؟ كان بيريوس وألاجنا متحابين، حتى بدا من المحال أن يعكر شيء صفو هذا الحب الجميل. ولكن يأتي الحزن أحيانا من حيث لا ندري. كلما نظرت للقماش الذي تغزلينه أجده قد ازداد جمالا، حتى مينيرفا تعجز عن فعل ذلك. بيريوس يجب ألا تقول ذلك، مينيرفا هي الأفضل يا عزيزي، أليس كذلك؟ ولكن الجميع يقولون ذلك. بيريوس إنه جميل يا عزيزتي. شكرا يا بيريوس، شكرا. كان الجميع منصتا إلى بيريوس وألاجنا حين ذاك. كان هناك كبيرهم زيوس وزوجته هيلين وأمور وباكوس ومينيرفا. مينيرفا أنت سيدة الغزل، ولكن يبدو أن ألانجا ستسرق منك الأضواء، إنها تغزل جيدا. وهي جميلة أيضا. زيوس هي فتاة رائعة ويحبها بيريوس. كفى ألاجنا، ألاجنا، هذا كل ما يشغل تفكيركم؟ سحقا، لا داعي للغضب، كل النساء هكذا. زيوس سحقا. بيريوس وجدتها. أصبتها. ها ما هذا الجمال يا إلهي، إنها جميلة. ها أفيقي، أرجوك تشجعي، هل أنت بخير؟ ارتعبت كثيرا عندما رأيت السهم يقذف نحوي. أنا آسف، كنت أحاول صيد غزال. لا بأس، أشعر بتحسن الآن. بسبب غيرتها الشديدة من ألاجنا قامت مينيرفا بإغراء بيريوس، فشعر بيريوس بانجذاب شديد نحوها. مينيرفا، بيريوس أنت هنا؟ دعنا نذهب لقطف بعض ثمار الزيتون يا عزيزي. لا أرغب في ذلك. فلنصد سمكا. لقد سئمت ذلك، أريد الذهاب. أوه انتظر يا بيريوس، بيريوس انتظر. ها؟ أوه. أوه. أنا آسف، سوف أصلحه في الحال وأبدأ من جديد. لا بأس، لا تهتم بالأمر، لقد سمعت ما فيه الكفاية. كان الأمر يختلف إن كنت تتقن العزف. نجحت مينيرفا في إغراء بيريوس وإبعاده عن ألاجنا. أرجوك اقبليني ولو خادما عندك، أنا لا أعبأ بشيء ما دمت بجانبك. أرجوك يا مينيرفا أتوسل إليك. ماذا فعلت؟ أرجوك سامحيني. يا لك من رجل، سأعاقبك، سأعاقبك. تبا لي، إنه القماش الذي أعطني إياه بيريوس. لابد أن مكروها ألم به، ماذا أفعل؟
تحققت مخاوف ألاجنا، فقد قاس بيريوس من مينيرفا التي حولته إلى حجر وتركته بمنحدرات جبال أوليمبس. أوه، لقد قام بيريوس بعمل أحمق حقا. عاقبته مينيرفا على حبه. المسكينة تقاسي الكثير. ألاجنا مسكينة. لن أيأس، سوف أجد طريقة ما لإنقاذ بيريوس. مسكينة، هذا غير صحيح. التي تقاسي حقا هي مينيرفا، إنها تستحق الشفقة. مينيرفا حقا؟ هذا صحيح، مينيرفا هي التي حولت بيريوس إلى حجر بسبب غيرتها مني، صدقوني. ولكن حديثك هذا سيغضب مينيرفا كثيرا. أنا لا أخاف منها، ليست لديها الشجاعة الكافية لمنازلتي. نعم. نجحت خطة ألاجنا، فتخلت مينيرفا الغاضبة عن كبريائها وجاءت لتقبل تحدي ألاجنا. عندما سمعت مينيرفا بتحدي ألاجنا استدعتها إلى جبل الأوليمبس. أنت تعرفين أن حياتك ستنتهي بفوز بتلك المسابقة. أعرف ذلك، ولكن لي رجاء واحد أرجو أن تقبلي به. رجاء؟ نعم، إذا فزت أرجو أن تعيدي بيريوس إلى حالته الطبيعية. أتوسل إليك. بيريوس؟ صحيح، إنه حبيبك، أليس كذلك؟ حسنا، أنا موافقة. ابدأ. وفي الحال بدأت كل منهما العمل بالنول. بدأت ألاجنا بغزل قصة البشر، وراحت مينيرفا تغزل قصة أوليمبس. أخذت كل منهما تعمل بالنول يوما بعد يوم. كان نسيج كل منهما في غاية الجمال، ولكن لدى اختيار أفضلهما اتجهت الأنظار إلى نسيج ألاجنا. قرر الحكام بأن ألاجنا هي الفائزة. لن أغفر لك أبدا، كيف تسخرين مني هكذا؟ لن أغفر لك، كيف تجرؤين على منازلتي؟ أيتها الفتاة الدنيئة موتي موتي، أيتها الخسيسة موتي، خذي خذي موتي 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 موتي، خذي. أرجوك أتوسل إليك أنقذي. إلى أين تذهبين؟ قفي. لا تفعلي ذلك، لا تفعلي. سوف أعطيك حياتي، أرجوك أرجوك أنقذي بيريوس، أتوسل إليك. ألاجنا. ماتت ألاجنا بعد أن ألقت بنفسها في البحر. وشعرت مينيرفا رغم جبروتها بالحزن من أجل ألاجنا، فحققت أمل ألاجنا وأعادت بيريوس إلى حالته. ألاجنا ألاجنا، أين أنت؟ عودي إلي ألاجنا، أتوسل إليك يا حبيبتي. بيريوس، أنا هنا بجانبك. ألاجنا، هذه أنت؟ لقد عانيت من أجلي.
يا إلهي. لا بأس يا بيريوس، أنا سعيدة، لقد مت في سبيل الحب، والآن يمكنني أن أغزل أجمل الثياب يا عزيزي. هذا صحيح، تحولت ألاجنا إلى عنكبوت، وفي عصرنا هذا يمكنكم العثور على الكثير من العناكب وهي تغزل العديد من الشباك بين الأشجار.